بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم مرة تانية. هناخد بقى الفيديو ده شوية أمثلة حلوة كده على الاراي بحيث نتدرب عليها شوية. يعني الأمثلة المشهورة قوي على الاراي ان انا احسب الصم، وشفناها ازاي احسب الافريج. والافريج سهل، بعد ما احسب الصم اقسمه على اللينس بتاع الاراي يديني الافريج، فدي مش صعبة برضو. دلوقتي انا عايز اعمل حاجة تانية بقى. عايز اعمل ايه؟ اقرأ قيمة من اليوزر واشوف القيمة اليوزر دخلها دي موجودة في الاراي ولا لا. لو موجودة هقول له انا لقيتها، ولقيتها في المكان الفلاني عند الاندكس 3 مثلا. لو هو قال لي السبعة، لو هو سألني عن الواحد مثلا هقول له اه لقيته عند الاندكس 5 وهكذا. فهقول له انا لقيتها ولقيتها في المكان الفلاني. ده حاجة. الحاجة التانية، طب خلينا نبدأ بدي، يلا بينا. مبدئيا انا هقرأ قيمة من اليوزر وهتبقى انتجر، لان انا شغال مع اعداد انتجر، فهعمل متغير اسمه اكس مثلا يساوي صفر، قيمة مبدئية كده اي حاجة. ده مبدئيا تمام. انا هقرأ ايه من هعمل ايه مع اليوزر؟ هقرأ منه داتا، فا اوبجكت على طول من الكلاس اللي اسمه سكانر، ان يساوي نيو سكانر، واديله هنا سيستم دوت ان. خلاص بس كده. يلا عايز اقرأ القيمة من اليوزر. ممكن اقول بقى ايه اكس بيساوي ان دوت نيكست انت، ويسيمي كولون في الاخر. كده انا قرأت القيمة من اليوزر. هنا بس في حاجة غلط، دي نيو. اوكي طيب، انا كده قرأت القيمة من اليوزر، وطبعا يعني للشياكة اطبع له قول له ان احنا بنقرأ قيمة enter the value. اي رساله بقى، انت تكتب الرساله الظريفه اللي انت عايزها. طيب انا دلوقتي عايز اتشيك بقى اذا كانت القيمه دي موجوده في الاري ولا لا. سهله، همشي على الاري واحده واحده، وكل مره هتشيك القيمه دي بتساوي القيمه ولا لا. لو لقيتها هقول له ان انا هطبع له على الشاشه لقيتها. خلاص، فاعمل فور لوب تمر على الاري من اول انت اي بيساوي صفر، اي اقل من ال l.length، و i++. كل مرة هعمل ايه؟ هسأل ب if statement if. if ايه بقى؟ لو ال x اللي اليوزر دخلها دي بتساوي قيمة ال l وفي ال i، ساعتها يبقى احنا لقيناها. هقول له system.out we found القيمة x at position أو index عند الindex زائد قيمة الindex، الindex اللي هو قيمة ال i. بس كده. يلا تعالى نعمل run ونشوف. بيقول اللي دخل الفاليو، تعالوا مثلا نسيرش عن مين، مثلا عن الخمسة مثلا. هقول له خمسة انتر، هيقول لي we found خمسة at index 4. فعلا لقينا الخمسة عند الاندكس 4. انا بس هفصل الخمسة عن الات، فهحط مسافة هنا قبل الات. بس كده. طب تعالوا نشوف الستة مثلا. الستة متكررة مرتين، خلي بالكم، عند الاندكس 1 وعند الاندكس 7. تعالوا نشوف لما اعمل لها سيرش هيعمل ايه. هنا بيقول لي دخل value، تعال ندخل الستة enter. قال لي we found 6 at index 1 و we found 6 تاني عند index كام 7. ده كده بالنسبة لي الموضوع ده. طب لو ما لقاهاش، يعني تعال نعمل run تاني وما نحطلوش القيمة بقى. هنا بيقول لي دخل الفاليو، تعال نقول له 9 مثلا على اساس 9 مش موجودة. الاقيه ما طلعش حاجة. خلاص. طب لو انا عايز يعني اطلع رسالة اعدل البرنامج بحيث لما ما يلاقيش يقول لي ان هو ملقاش، طب انا اعرفها ازاي دي بقى؟ ان شاء الله يعني هو لما بيلاقي بيطبع على طول. طب لو ملقاش اعرف منين انه ملقاش؟ فهنا انا هضطر اعمل متغير جديد من النوع بوليان يدل هو لقى ولا ملقاش. خلاص، فانا هعمل بوليان قيمته هتبقى true or false equal. في الاول المتغير اسمه ايه؟ اسمه is found. دايما المتغيرات البوليان بيفضل نبدأها بـ
بإز يعني أساس هي يا ترو يا فولس، فاحنا بنسأل بإز إز فاوند أو فاوند على طول لو أنت حابب يعني. وهفترض إن قيمتها في الأول بفولس، يعني طبيعي إن أنا لسه ملقتش القيمة خلاص. ففي الإف دي بقى أنا مش بس هطبع الرسالة دي، لأ أنا هطبع الرسالة دي وكمان هعمل حاجة كمان، هغير قيمة إز فاوند هخليها تساوي ترو. ما هو لما يدخل المعنى انه دخل هنا عند الاف دي معناها انه لقى قيمة بتساوي في الاري بتساوي الاكس اللي اليوزر دخلها، فخلاص يبقى is found بترو. وبعد ما الفور لوب دي تخلص، بعد ما الفور لوب دي تخلص اهي بره الفور لوب خالص، هسأل بقى سؤال if ايه بقى is found لو بترو ساعتها خلاص هو انطبعت اصلا. فانا عايز اقول لو بتساوي فولس اقولها ازاي دي، هقولها بطريقة من اتنين، يا اما اقول اكتب كده لو is found equal false ساعتها هعمل بقى ايه، هكتب كده system dot out dot print line the value زائد قيمة المتغير اللي اسمه x زائد not found ملقيناهاش خلاص. طيب دي طريقة السؤال. الطريقة التانية هي ايه؟ هو اللي انا بكتبه هنا ما هو بوليان اكسبريشن، قيمته يا ترو يا فولس. فانا عايز اقول بقى عكس قيمة الترو، عكس قيمة الاس فاوند لو هي فولس اقولها ازاي دي. لو انا كتبت كده لو اف اس فاوند يعني لو اس فاوند ترو دي معناها، طب عايز لو اقول لو هي فولس اكتب كده نوت العلامة التعجب دي معناها ايه؟ معناها لو اس فاوند كانت بفولس يبقى الاكسبريشن ده على بعضه قيمته بترو، لان دي بتعكس الفولس تخليها ترو والترو تخليها فولس خلاص اسمها نوت. فمعناها كده على بعضها لو كانت الاس فاوند مش بترو، معنى السؤال كده مش بترو يعني بفولس، يعني ساعتها يدخل ينفذ الاكسبريشن ده. دي كده الحل بتاع المشكله دي. تعالوا نعمل ران، بيقول لي دخل الفاليو، تعالوا ندخله التسعه برضو على اساس ما يلاقيهاش. قال لي the value 9 not found، ملقاش ال 9. طب تعال ندخل القيمة تانية، بيقول لي دخل القيمة، تعالوا ندخله قيمة من الموجودين 6 مثلا، انتر. هنا بيقول لي لقيناها عند الاندكس 1 والاندكس 7، وخلص البرنامج على كده يعني، بالتالي ما نفذش الحتة بتاعت احنا مش لاقيينها. فبالتالي انت فكرة بوليان variable، هنا بقى فايدة البوليان variable ان انا محتاج اخزن قيمة في البرنامج لحد ما البرنامج يخلص وبعد كده استخدم القيمة دي. القيمة دي true or false، انا بفترض مسبقا ان انا لسه ما لقيتش القيمة فطبيعي هفترض ان هو false، ولو انا عمال الف في الفول لوب دي لقيتها هحط القيمة دي بترو. وبعد ما الفول دي تخلص لو كانت الاس فاوند لسه false ساعتها يبقى احنا ملقيناهوش، فهنطبع ان احنا ملقيناهوش. اما لو كانت لا فقيمة ترو فمش هيدخل الاف دي فمش هتتنفذ الاف ستيتمنت دي. ده من ضمن الامثله الظريفه قوي ان انا اسيرش على فاليو معينه موجوده عندي في الاري ولا لا. دي بنسميها سيرش بروبلم، ببحث عن فاليو معينه موجوده في مجموعه من الداتا عندي ولا مش موجوده خلاص. السيرش ده طبعا موال يعني لسه هندرسه بالتفصيل في الكورس الخاص بالالجوريزمز اند داتا ستراكشر، لكن دي كده مثال بسيط على فكره السيرش. طيب الحاجه الثانيه اللي احنا عايزين نتكلم عنها مثال تاني وبرده يعني انا هشرحه وانتوا وقفوا وحاولوا تفكروا فيها. انا عايز يعني ايه يبقى معايا نسخه مقلوبه من الداتا دي، يعني انا معايا الداتا ومعايا نسخه مقلوبه منها، مش اطبعهم بقى لا، تفضل معايا في الرام نسخه مقلوبه منها ممكن احتاج اشتغل عليها بعد كده. فاعملها ازاي دي؟ بص يا سيدي الفكره بتاعت دي، طبعا وقف وفكر الفكره بتاع الموضوع ده، هعمل اري تانية هسميها li مثلا، list inverted مثلا، او l inverted l underscore inverted يعني ال مقلوبه، ودي هخليها بتساوي اري جديده بس فاضيه لسه ما حطيتش فيها ديتا، لسه ما مليتش الديتا خلاص. طب هيبقى فيها كام عنصر؟ نفس العدد العناصر بتاع ال، فال دوت لينس
وكنت ممكن اكتب 8 صراحة يعني، فخلاص خليها ايه كده، او ان انت تكتب ال استنى incompatible types عشان نسيت احط القوسين بتوع ال array هنا. خلاص incompatible types يعني النوع الداتا اللي على اليمين مش زي نوع الداتا اللي على الشمال، فانا كنت هنا معرف نوع من النوع انت بس، واللي على اليمين هنا array، فازاي تحط array في متغير من النوع انت؟ ما ينفعش. خلاص كويس ان احنا بنغلط واحنا بنشرح، لان الاخطاء بتبني اكسبيرينس حلوه، يعني انت الاكسبيرينس بتاعتك بتيجي منين بتبقى عارف الاخطاء كتير وحلولها ايه، فانت اوريدي معاك اكسبيرينس. خلاص فدي كويس، كل ما تغلط اكتر كل ما بتبقى حاجه حلوه ليك، يعني دي مش حاجه وحشه. طيب انا عايز بقى املى ال انفرس دي، املاها ازاي؟ بفور لوب هتمشي على الاري اللي عندي، تاخد قيمه تحطها في ال في ال انفرس. خلاص بس هاخد القيمة، يعني بص هنكتب كده لو انت مش عارف تفكر بفور الاول عشان نسهلها عليكم، هنقول ال underscore inverted of 0 هتساوي ال of كام؟ of 7، اخر عنصر في ال هحطه في اول عنصر في ال inverted، وهكذا بقى. ال inverted of 1 equal L inverse of 6 وهكذا لحد L inverse of 7 هيساوي L of 0. خلاص او العكس، يعني ممكن تبدأ بدي وتنتهي بدي، هي هي يعني واضح جدا ان الموضوع بيتكرر، فيعني هاخد واحدة منهم واحطها في فور لوب. الفور لوب بتبدأ من انت i بتساوي 0 i أقل من ال ال دوت لينس، احنا ننتهي عند السبعة اللي هي ال دوت لينس، ال دوت لينس اللي هننتهي عند التمانية بس مفيش يساوي يعني، وطبعا اي بلس بلس. خلاص طيب القيمة دي هي قيمة الاي، مرة بصفر مرة بواحد مرة باتنين لحد السبعة، فهي قيمة الاي. المشكلة بقى في القيمة دي، القيمة دي اجيبها منين؟ 7 6 عكس الـ i، يعني اجيبها ازاي؟ والله واضح جدا ان دي هي السبعة ناقص الـ i، يعني الـ i لما تبقى بصفر فدي هتبقى 7، لما الـ i تبقى بواحد دي هتبقى 6، لما الـ i تبقى باتنين دي تبقى بخمسة، وهكذا. فالسبعة دي اللي هي طبعا الـ l dot length عشان نعمم الموضوع يعني. بس تعالوا بقى ندخل دي في الفور بس كده. طب انا عايز بقى ايه يعني اطبع اللوب، عايز اطبعها، اطبعها ازاي؟ اطبع اسف الاري فور لوب برضو ماشي، ادي طريقة تانية من الاف ما شرحتهاش بس خلينا نقولها هنا. ايه بقى ممكن اكتب الاف كده الفور، اسف كده، ايه بقى الفور دي؟ ان انا هعمل كاونتر اي، بس مش هقول بقى انه هيبتدي من صفر اللينس وكل مره يزيد بمقدار واحد، لا انا هقول له هيشتغل على ال ال انفرسد، يعني هيشتغل على الاري دي، هيتريت عليها، بكتبها بكم كولوم كده نقطتين فوق بعض يعني، واسم الاري بتاعتي دي معناها ايه؟ ان الاي هتبدا بصفر وتنتهي عند اللينس بتاع الانفرس وكل مره تزيد بمقدار واحد، اللي هو نفس التعريف ده يعني، بس بدل ما اكتبه كده بكتبه بالطريقه السهله دي. خلاص دي كانت جاية من أول جي دي كي، مش فاكر كام بصراحة يعني، ما كانتش موجودة في الأول وحطوها في أحد الفيرجنز من أول جي دي كي بس مش فاكر كام يعني، ممكن تبصوا عليها اللي بيحب يراجع الحاجات التاريخية يعني، أنا عن نفسي ما بحفظش التواريخ. خلاص المهم يعني خلاص بقى معايا الأي برضك عايز أطبعها، سهلة بقى طبعا، هي ستيتمنت واحدة مش لازم القوسين دول، أقول سيستم دوت أوت دوت برينت لاين قيمة ال انفرسد قيمة الـ i، هشرحها لكم دلوقتي، تعالوا بس نرن الأول. هنا في غلط طبعا، هنا بيقول لي ايه array bound out of bound exception، وعرفنا يعني ايه، بيقول لي انت عندك هنا انت قلت 8 وطب فين يا عم الخطأ ده؟ خلي بالك هنا بيقول لك مكان الخطأ، بيقول لي في الفايل ده عند السطر رقم 14 حتى لو ضغطت عليها يقف، بيقول لي في الحتة دي ايه بقى الخطأ هنا؟ انا هنا المفروض كنت بقول 7 ناقص قيمة الاي، ال دوت لينس مفيهاش 7 فيها 8،
اللي هي اخر اندكس زائد واحد، فهطرح منه واحد طبعا علشان يديني السبعة، فدي كده على بعضها هي السبعة، وبعد كده اطرح الاي خلاص. فدي كانت احد الاخطاء، فكويس تمام. دلوقتي عملنا الران وفعلا طبعها بالمقلوب 6 0 1 اللي هي قيمة الاري الجديدة خلاص. فانا شفت ازاي اخد كوبي من اري، طبعا لو عايز احطها زي ما هي نفس الكوبي سهلة بقى، يعني انا زي جبت انا المقلوب بتاعها مش عارف اجيب نفس الترتيب. هنا احنا جبنا الانفرس بتاعها او المقلوب بتاعها بالمقلوب يعني، فهي جت 6 0 وهكذا لحد كام؟ لحد الاتنين. الحاجة اللي انا عايز اشرحها هنا بقى في الحتة بتاعت الفور الجديدة دي، ان الاي ده مش الاندكس، يعني الاي مش زي الاري دي، مش زي الفور دي. هنا الاي بتعبر عن الاندكس، انما هنا الاي بتعبر عن القيمه نفسها اللي موجوده في الاري. يعني انا بطبع هنا الاي، الاي اللي هي مره 6 0 1 6 اللي هي الفاليو نفسها خلاص. فخلي بالك من النوع ده من الفور لوب لو حابب تستخدمه، ان الاي هنا معناها الاليمنت نفسه مش الاندكس. وبكده يبقى احنا شفنا برضو الشكل بتاع الفور اللي بيبقى جميل وسهل مع الاري، فده ظريف. الحاجة اللي انا عايز اتكلم برضو عنها دلوقتي بتحس تاخدوا عنها فكرة هي الديباجينج. ايه الديباجينج دي؟ باج يعني خطأ خلاص. يعني انا اتكلمت في الفيديو اللي فات ان في حاجة اسمها اللوجيكال ايرور. اللوجيكال ايرور هو الباج. باج يعني خطأ، بس البرنامج بيطلع صح يعني شغال، بس مش عارف انا الغلطة اللي انا عملتها فين. فعشان تحل المشكلة دي بتعمل حاجة اسمها الديباجينج. الديباجينج هو عملية البحث عن الباج اللي هو فين الغلط، يعني بنسميها الديباج او الديباجينج بقى خلاص. البروسيس نفسها الديباجينج. الديباجينج هي ايه؟ ان انا امشي على امر اشوف الفاريبلز بتتغير ازاي عشان اعرف الايرورز حصلت فين خلاص. فانا بعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها بريك بوينت. ايه بريك بوينت دي؟ باجي على الامر اللي انا عايز اشوف من اوله شاكك الغلط ممكن يكون من اوله. لو انا شاكك من البرنامج كله من الاول، بحط عند بقف عند الامر ده وبضغط عليه كليك شمال مره واحده، فتلاقيه عمل لك خط احمر كده. دي بسميها بريك بوينت، يعني لما يجي يتنفذ هيقف عند الحته دي خلاص. وهنا بدل ما كنت بضغط كليك يمين واقول له ران فايل، هقول له ديباج فايل خلاص. تعالوا نشوف الديباج ده هيعمل ايه. لما تيجي تعمل ديباجنج هتلاقي الاي دي فجأة عمال يتحول قدامك كده، وتحس ان في حاجة غريبة بتحصل. المهم يعني هيصفي ان هو هيبقى كده ايه كده واقف مخلي الخط ده اخضر، معناه ان ده الامر اللي عليه الدور في التنفيذ لسه ما نفذوش خلاص. مستنيك انت بقى كبروجرامر اللي تقول له نفذه، عشان انت هتنفذ امر عشان تشوف ايه اللي بيحصل في الرام عشان تشيك الايرورز فين. وهنا هتلاقي في تاب ظهرت عندك اسمها الفاريبلز. عندك اي فاريبل انت هتغيره هيتعرف هنا خلاص. في فاريبل واحد دلوقتي متعرف اسمه ERGS اللي هو ده، دي اري من النوع سترينج موجوده في الميم ميثود، احنا ما بنستخدمهاش اصلا فسيبك منها خلاص. ده مبدئيا انا دلوقتي عايز اقول له نفذ الامر ده، فاقولها له ازاي؟ بص هيظهر لك الزراير دي فوق، هتضغط على ده بينفذ امر خلاص. فانا هضغط عليه شوف هنفذ الامر ده، وتلاقيه واقف على الامر اللي بعده مستنيك تقول له. ايه اللي حصل بقى في الرام؟ بقى في متغير اسمه ال. ال دي عبارة عن نوعها array من النوع integer، واللينس بتاعها بيساوي 8 خلاص. طب لو عايز اشوف الثمان عناصر اللي فيها، بضغط على الزائد دي تلاقي بقى هنا كل عنصر ال of 0 قيمته ب2، فعلا ال of 0 قيمتها ب2، ال of 1 قيمتها ب6، وهكذا لحد اخر واحد اللي هو ال of كام؟ ال of 7. تعال نكبرها شوية لحد اخر عنصر عندي اللي هو ال of ايه؟ ال of 7. طيب عايز اعرف ال L inverted اعملها ازاي؟ طبعا تعالوا نقفل دي، هقول له نفذ الامر. نفذ الامر بقى عندي في الرام بتاعتي هي كمان ال inverted، نوعها برضو كاري من النوع integer وفيها 8 عناصر. لكن لو فتحت هنا هتلاقي الثمان عناصر قيمهم اصفار، لان انت لسه محطتش فيهم داتا، فخدوا ال initial value اللي هي اصفار خلاص. فدي كده تاني حاجة. طيب عايز بقى ارن الفور دي. طيب تعالوا بقى نرن الفور كده واحدة واحدة. هنا الاي بصفر، تعالوا نرن كده. لو اول ما اقول له رن الامر ده ايه اللي حصل؟ خلى الاي قيمتها بكام؟ الاي بصفر. تعالوا بقى ينفذ الامر ده، ال L of i اللي هي L of inverse i اسف بتساوي L of
ال dot length اللي هي ناقص واحد اللي هي 7 ناقص i اللي هي l of 7، يعني الاكسبريشن ده كله l of 7، ف l of 0 ال inverse of 0 هتساوي l of 7 اللي هي ايه، هنحط القيمه 6 في اول مكان في ال l inverse. فتعالوا نشوف لما ننفذ الامر ده، شوفوا l inverse كانت قيمتها بصفر اول مكان، اول ما هننفذ الامر ده قيمته هتتحول ل6. تعالوا نشوف، حسب الفاليوز ولقاها فعلا بقت بكام، ب6. وخلي بالك بتلاقي بولد كده، بولد معناه ان ده نتيجة اخر امر، اول ما تعمل امر تاني هتلاقي البولد ده او السمك ده راح، يعني بقت عادية خالص. تعالوا بقى نشوف اللي بعده، بقت الاي بكام، الاي تعالوا ننفذ اللي بعده، هتلاقي الاي هتتحول لواحد مبدئيا كده، انا منفذتش ولا ايه، تمام. الاي بقت بواحد وهيبدأ بقى ينفذ الأمر اللي جوه، الأمر اللي جوه بيقول له L inverse of 1 بيساوي L of 7 ناقص 1 اللي هي L of 6، فـ L of 6 اللي هي 0 قيمتها هتتحط في الـ L inverse، أنت مش هتحس بيها قوي لأن هي أصلا قيمتها كانت بصفر، بس هتلاقيها بقت بولد دلوقتي، ركز معاها هتلاقيها بقت بولد. حتى مستخسر يعملها لنا بولت، خلاص مفيش مشكلة، المهم يعني هي دي بقت صفر. تعال نعمل اللي بعده، طبعا ال L inverse of 2 هتبقى بواحد اللي هي L of 5 يعني، اهي بقت بواحد خلاص، وهكذا بقى. طب لو انا خلاص يعني فهمت النقطة وخلاص وعايز اكمل البرنامج للآخر، قول له رن كله بقى، رن كله يعني ما تعمليش خطوة خطوة، يعني كملهم للآخر، فهتلاقي يطلع لك في الشاشه بتاعت الاوتبوت النتيجه بتاعتك. خلاص ده كده بالنسبه للديباجنج، شفنا بقى الديباجنج تقدر تعمل اكتر من بريك بوينت، وممكن يعني تنفذ البرنامج، يعني انت مثلا شاكك ان الايرور موجود في الفور دي، فانت ممكن تعمل بريك بوينت عند الفور دي، فلما تقول له ديباج هينفذ دول، وبعد كده تلاقيه واقف لك هنا مستنيك انت بقى اللي تقول له خطوه خطوه، نفذ نفذ نفذ، عشان تراقب بنفسك اللي بيحصل في الرام ايه، عشان تفهم الايرور بتاعك حصل فين. وبكده يبقى احنا شفنا امثله شويه على الفور لوب واستخدامها شويه مع الاراي، اتمنى ان الموضوع يكون سهل، لو في مقدره ان احنا نعمل امثله تانية هنعمل، او ممكن نعمل امثله كاساينمنت لسه هشوف، لكن حاولوا تتمرنوا كتير على الفور لوب، واتمنى يكون الدرس مفهوم، ولو في مشكله يا ريت تكتبولي في الكومنتس، ما تنسوش في الصفحه بتاعتنا او على اليوتيوب. استنى تعليقاتكم، شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله.